اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء وامام المرسلين مولانا ابي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته الحلقات التي مضت والتي سوف تاتي ان شاء الله الحديث يدور فيها عن التوقعات المرعبه بازدياد الاصابات بفيروس كورونا في العراق بل اصلا التوقعات في عموم العالم الشيعي الذي لا يتنازل ابدا عن اقامه مراسم الزياره والمجالس في ايام عاشوراء وهذه القضيه معروفه يعني ايام النظام الجائر كان يعدم مو العشرات المئات سجون لاعداد غفيره وتعذيب شديد انا اتعجب ولو شوي اطلع اسمحوا لي اتعجب من البعض يعني صدام كانما شنو يعني تاثير حضور الناس ومشيهم على الاقدام لزياره الامام الحسين شنو تاثيرها السياسي شنو تاثير التأثير الأمني لحضور الناس لزيارة الإمام الحسين أو إقامة المجالس في بيوتهم. استغلالها سياسيا أو أمنيا كان نسبة قليلة جدا. لكن النظام نظام هو في حلقة من سلسلة الأنظمة المعادية لأهل البيت عليهم السلام منذ رحيل رسول الله صلى الله عليه واله وإلى يوم الناس هذا وإلى يوم الناس هذا. سبحان الله حتى بعض المظاهر والتظاهرات وكأنما عندها مشكلة مع أهل البيت ومع التشيع وإلا شنو معنات يعني أمام الإمام الحسين أنت تجي ترفع شعارات ولافتات يخاطب بها الحسين مثل ما ماتوا سبعين من عندك ماتوا سبعمية مثلهم هو أكو واحد يماثل أصحاب الحسين ليش سوء الأدب هذا عندك مطلب سياسي أهلا وسهلا ليش تتعدى على مقامات الإمام الحسين ليش تجيب خطابك حسين عصره وما أدري إيش شنو هالكلام هذا على أي حال أرجع أطلع وأرجع لموضوعنا أيها الأعزة فإذا الأنظمة سائر الأنظمة ما تتفاعل ولا تتلائم مع قضايا أهل البيت عليهم السلام حتى الأنظمة التي تدعي الولاء لأهل البيت أيضاً تراها مجحفة في بعض الأحيان مع إقامة هذه المراسم في المواسم وبعضها منعت ليس لتخوف لحذر شديد على أي حال اللي صار بالعراق حدود دولية أغلقت صارت دعوات رسمية لاغلاق بعض المحافظات والامتناع عن استقبال الزوار في كربلاء الى غايه 13 محرم. احنا قرينا من موقع دي دبليو الالماني مو صحيح؟ قرينا وكان المنشور في يوم 30 اب اغسطس 2020 قرينا في الحلقه الماضيه بعض ما ذكره هذا الموقع. والان لاحظوا العناوين ملايين الشيعه يتاهبون لاحياء ذكرى عاشوراء زين ايران المجاوره وصفت صحيفه ارمان الاصلاحيه ما يحصل بانه اغرب محرم في القرن يعني صار محدوديه كبيره ودعوات لتحجيم الحضور حتى في المجالس سواء في المساجد في الحسينيات في المواكب في البيوت على اي حال ثم يقول هذا الموقع في الموقع اللي هو الموقع الالماني يذكر ان هناك توقعات بحصول اصابات كثيره ويذكر هذه العباره في وضع صحي متهالك في العراق وأذكر كان معدل الإصابات في هاي محافظاتنا كربلاء والنجف يوميا فاق الثلاثمية كربلاء وصل للأربعمية أقل شوية أكثر ما أذكر بالضبط لكن المهم هي هاي الأعداد هسه خلي شوية أنا أخطأ عشر أرقام خمس أرقام أزيد أنقص مو مهم هذه المعدلات العامة إخواني هسه اللي صار ماذا اللي صار اولا القضية مو بس يوم عاشر وحضور 10 ملايين 11 مليون الى كربلاء خصوصا ركضة طويريج اللي هي فيها حدود المليونين تداك شديد حر شديد حر شديد ها يعني ماذا؟ يعني كل ساعة واحد راح يشرب ماء ويصير تلامس التداك بين الراكضين ما تقدر اي جهه رسميه ولا امنيه ولا صحيه ان تمنع التداك والزحام بعد الناس هم نفسهم مو عن تقصير ما يصير نقول عن تقصير لكن عن قصور يعني الزمان محدود والمكان محدود والعدد كبير جدا اخر مليونين يدخلون من باب عرضه كم متر يعني شون ما شلون ما يصير ازدحام شلون ما يصير ازدحام حتى لو يلبسون كمامات، حتى لو يلبسون كمامات. زين هذا التعرق والتداك والتلامس الشديد لمليونين شلون ما يصير اصابات؟ اذا وفق القوانين الطبيعية المادية الصحية والطبية فعلا الاصابات اذا مو ملايين مئات الالاف. في ظل وضع حرج صحيا، في ظل اعداد مهولة 300 400 في كل محافظه يوميا وصل اعداد المتوفين الرسميه 75 في العراق العراق صار اول البلاد عربيا بالاصابات وعدد الوفيات ثاني في الشرق الاوسط زين طبعا هسه احنا اخواني البعض يقول الارقام من يوم 10 محرم 11 محرم 12 محرم 13 محرم ما تنعكس الإصابات وازدياتها من يوم العاشر لكن يفترض أن الأعداد تكون كبيرة حتى في هذه الأيام ليش؟ لأنه أنصافاً إحنا ندري من أول ليلة محرم المجال صارت إذا مو بالآلاف عشرات, عشرات الآلاف فإذا لازم مو يصير تصاعد لا لا هاي العبارة متسامحة لازم يصير قفزة قفزة عالية من 300 و 400 باليوم الواحد في كل محافظة إلى ألوف مو صحيح إلى ألوف يا بليش أنا أقول أنا هذا قرأنا إحنا في الحلقات القادمة تصريحات أن الأعداد ستكون بالملايين وفقا للقواعد الصحية كلامهم صحيح زين إذا نحسب أسبوع بعد عاشر العاشر من محرم ينبغي أن تظهر الإصابات نتيجة ذلك الزحام الشديد والتداك الهائل في ركضة طويريج وبقية الحضور في عاشر محرم مو كل الناس تركض لكن الناس اللي تقف في الطرقات وتنظر وتشارك نفسيا معنويا بالحضور غير غير المليونين غير الراكضين في ركضة طويريج أنا <applause> الآن أيها الأعزاء رجعت إلى مو فلان قالوا كذا لا رجعت إلى موقع وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لاحظوا ليوم الاثنين سبعة أيلول 2020 يعني يصادف تقريبا في الأسبوع بعد العاشر من محرم مع أنه للعلم قلنا المجالس بدأت ليلة محرم الأولى والوف بل عشرات الوف المجالس ملايين حضروا، طبعا اكو التزام جيد بدرجه معينه في بعض المواكب انصافا، <applause> لكن بيوم العاشر تقريبا الاحترازات الصحيه سقطت، بعد ما بها جدوى عن قصور سقطت في كثير من لا عن تقصير. شوفوا اخواني اذا تسمحوا لي انا اعرض الصفحه امامكم هكذا امام الكاميرا وهذا تلقوه على موقع وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق بدأت من 7 أيلول 2020 يذكر عدد الفحوصات المختبرية يذكر عدد الفحوصات المختبرية الكلية يذكر نسبة الشفاء يذكر الإصابات الجديدة والوفيات في 7 أيلول اللي هو تقريباً يعني سبعة ثمانية بعد العاشر من محرم لاحظوا بغداد الكرخ خمسمية وسبعين بغداد الرصافة أربعمية وثلاثين النجف الأشرف مية وسبعين يعني السياق نفسه هو هو مالت الأيام الماضية يعني ما صارت قفزة ادهوك محافظات الشمالية 349 واسط 296 أربيل 281 ذي قار 254 البصرة 239 الديوانية 195 كربلاء 194 ميسان 185 المثنى 179 سليمانية 158 والأعداد الأعداد كلها مئات شوية تنزل مرات 200 100 وكذا كسر زين لكن الوقت لهذه الحلقة ما يسعفنا بعد الحلقات القادمه استعراض اخواني للموقف الوبائي اليومي رسميا من موقع وزاره الصحه العراقيه والحمد لله رب العالمين